السؤال ها؟ أنا طردتك لأني حابب من إيدي لك. تأكد إني راح أقطع. إذا قدرت لا تقصر. راح أقدر. بدي إياك تفهم شغلة كتير مهمة. أنت رايح على بلاد ما بتعرف فيها حدا. وأنا بعرف ناس قادرين يريحوك على الآخر. نفس الوقت قادرين يتعبوك لدرجة ما ممكن إنك تتخيلها. هلا صرت تفهم كتير. اسمعني منيح يا كبير. أنا سارة عجبتني وبدي إياها. وأول ما نوصل على إسرائيل أنت اللي بدك تسلمني إياها بإيدك. وإلا رح تخسر كل ولادك. بدك ياني اترك هالقرعن بعد ما هدد الباخره كلها؟ انسى هلا، انسى اذا بدك تحافظ على مصالحك. شو قصدك؟ قصدي انه القياده كلها بهمها امر ادولف، لانه خاله من اكبر المليونيريه بامريكا. ماشي، انا بلغهم باللي صار معي، وهن بيتصرفوا. انا برايي بلا هالشوشره. عندنا قضايا كثير اهم من قضيه اغتصاب بسيطه. بس هذا اللي عم تدافع عنه مستحيل يكون عنده قضية، لأنه بكل بساطة جاي حتى يمارس شهواته، ما حتى يحارب يبني وطنه. قبطان ناوي يرفع تقرير القيادة. انت هيك وقعتنا ووقعت حالك مشكلة كبيرة. احد قلت لك انسى هاي القصة، المشكلة مشكلتي وانا اللي بحلها. بس انا انت شو مللت سماي بهالقصة؟ كأنه هذا الميعاد صارت بين ايدينا ومشاكل اليهود بكل العالم انتهت وما بقى غير هالقصة. انا اسف وانا قبلت اعتذارك، بس بدي اياك تفهم شغلة كتير مهمة. القومية ما بتعني انك تترهبن وتحط وشك بوش التلمود وتنفذ مثل الببغاء كل اللي بينطلب منك. تقدر تكون اكبر قومي واكبر مناضل بدون ما تحرم حالك من الاشياء اللي انت بتحبها، بس المهم انك تحط هدفك قدام عيونك وتتبع كل الاساليب لحتى تحقق هذا الهدف. مفهوم؟ ناكام معه حق يا البير. كيف؟ يعني انا ماني مع هذا المنطق، خاصة من ابن لأبوه. بس يعني شو يعني؟ بدأني اترك أدولف بحاله مع كل شيء عمله بسارة بنتي وهي أخته، حتى وقت نوصل على أرض الميعاد بدأني انسى كل شيء. كل شيء بجوز من خوفه عليك وعلى سارة. يلي بيهون عليه يقتل أمه ما رح توقف قدام أخلاقه وقيمة تانية. شوفي بعد الأم، شوفي اللي بيقدر يقتل امه ما بيقدر ينتقم من اللي اعتدى على اخته. حق معك البير، حق معك، بس لا تكون عاطف كتير لحتى ما تغلط قدام الاهداف الكبيره اللي جيت مشانها. شويه شويه الاهداف.